اليوم خصنا جميعا نساهموا في استراتيجية لتطوير قطاع النسيج، خاصة فيما يتعلق بالمنسوجات الأولية، حيث يمكننا إعادة إطلاق الاستثمار في هذا القطاع، ولا سيما فيما يخص نسيج وخياطة الملابس، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالمواد الأولية واللوازم المستعملة في صناعة النسيج، واللي المغرب باقي يستورد من الخارج. اليوم طبعا عندنا 6 نظم مهيكلة لهذا القطاع في 3 من فروعه الرئيسية، ولكن مازال عندنا خدمة كبيرة لنقوم بها حتى نقوي الحلقات الأضعاف في سلسلة إنتاج قطاع النسيج وخياطة الملابس. وطبعا هذا الأمر من الضروري مواكبته من خلال اتخاذ قرارات جريئة تخص دع علامة صنع بالمغرب، وأيضا دعم القدرة التنافسية للمنتجات المحلية أمام المنتجات الأجنبية عبر إقرار سياسة حمائية، والعمل على خلق ماركات مغربية لكي تساهم في تنمية الصادرات وإلى وأهمية أكبر للإدماج الصناعي في قطاع النسيج، لأنه يعتبر من المهن العالمية 6 بالمغرب، وذلك على غرار ما تم تحقيقه في قطاع صناعة السيارة، حيث باتت نسبة الإدماج فيها تفوق 60%. شكراً سيد الرئيس.